التفاصيل كلها هذيك النميمه الفنيه يا انا كنت بغيت نهضر في الخصوصيات بزاف، سواء كان خصوصياتي انا او خصوصيات الاخرين. انا كنعتقد بان احنا فنانين خصنا سواء الطوال لابد غادي لابد خصنا نكونوا مع بعضياتنا متصالحين، ما يمكنش لان غادي نتقابلوا سواء اليوم غدا من بعد، لابد غادي تنشوف دائما الاشياء كتولد هي كبيره ومن بعد كتصغر. هو الان كاين مشاكل عائليه مشاكل، ولكن كنعتقد بان انا كنامن بالحريه الحياه الشخصيه، كل واحد حر في حياته وكل واحد انه يختار الشيء اللي بغاه. وانا اللي كنتمنى انني بحكم انهم انا صاحبه الجميع وعندي علاقه طيبه مع الجميع، كنتمنى ان شاء الله انه لو في خلاف كبير انه نكون نقدر انني نقرب وجهه النظر ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.